لو هالسنة حجي يوعد تعين بأرض الطفوف. يضرب وياي شوي دقيقتين ثلاث. هالسنة حجي يوعد تعين بأرض الطفوف، أرض أضحي بها الصناديد الذي حولي يوقف، هذا جسم مقطعين وذاك مقطوع الجفوف، هذا ما يحظى بساعة بين عرس وذبحته. عندك هرولة يا علي يا علي، لا تشوف شلون هرول من يناديني شباب، وابتدي بالتلبية والنوح ما بني لطنا، نوب يم المشرعة وانظر قمر عدنان غاولي العباس مقطوع اليدين ويكسر ظهري هذا المسرح، نوب يم المشرعة وانظر قمر عدنان غاب، نوب يم وناب وسط المعركة للولد وارفع جثته، لكن مبطع مقطع الأكبر، نوب وسط المعركة للولد وارفع جثته، وانا بيت الله بعد حج بدون كعبة، انت الكعبة الكبرى يا حسين، وانا بيت الله واظل من فيض طبراتي غريج، والحجر نحري والحجر نحري يا بن عمي ويا تماي الحجيج، تسمع لها حول جسمي من الضرب حنا وضجيج، بين عادي والعدو تدري شديدة وليته، بين عادي والعدو تدري شديدة وليته.